شيل ده من هنا كده معلش، مش عايزينه. حلو، هناخد السمك الفيليه بتاعنا زي ما هو كده، بنحط الكزبرة الناشفة والثوم البودر والبصل البودر. كل ده فين يا شيف؟ اهو على الدقيق، ركزوا معايا اهو، كل ده على الدقيق، ثوم بودر، بصل بودر، شوية بهارات على ذوقك، عبارة عن ملح، فلفل، شوية بابريكا، وشوية كركم مع بعض كده زي الفل، في قلب الصينية، كل ده يا عم الشيف في قلب الصينية، اه. على فين بعد كده؟ هناخد السمك بتاعنا ده كده، لسه التركاية النشا. حلو قوي، ونقلب الخليط ده كده مع بعضه. تاني حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي، ايه المقادير يا عم الشيف؟ كوبايتين من الدقيق عليهم نص كوبايه من النشا، حطينا بابريكا، حطينا بصل بودر وتوم بودر، وحطينا شويه كزبره ناشفه، انا بحب الكزبره الناشفه مع الكريسبي. نرجع لمدرسه الطعميه، الطعميه مش طعميه غير بكزبره ناشفه متكسره ومطحونه مع العجينه بتاعه الطعميه، عشان تعرفوا المطبخ المصري اهو. حلو الكلام. عملت ايه يا عم الشيف؟ انا حطيت توم طازه فريش غير التوم البودر، وحطيت شويه كزبره وعصره ليمون. التركايه بقى عشان السمك الكريسبي يبقى طري بعد ما يتحمر، معلقه كريمه لباني. اوبا، ده يا شيف مش زبادي، الزبادي على الفراخ، السمك ياخد معلقه كريمه لباني زي ما هو كده يا عم الشيف، زي ما هو اهو 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 اهو. مخرجنا الجميل الله يوفقك اهو، معلقه كريمه لباني اهو اهو، وناخدها في قلب الدقيق. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اه، عندنا الزيت بيسخن، نغلفها كده زي الفل. تمام. اه، ده لسه عندي سلطه جرجير هتكسر الدنيا. الجرجير له علاقه باليوم الفسفوري، يعني لازم طبق سلطه خضراء. معانا السلطه الخضراء، ايه عدل الكاري يا عم الشيف؟ طبق رز ابيض، معانا الرز الابيض. اساتذه المصورين حبايبي، نستعرض الصوره الجماليه، الصوره الفسفوريه. ناخد الخليط ده كده تاني 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 اهو، يرجع هنا كده ويخش يا عم الشيف على البقسماط، تاني 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 ويخش على البقسماط، وهكذا اهو اهو. هنحمر شويه فيليه دلوقتي، كريسبي لطاف حلوين، الكريمه اللباني بتلعب دور البطوله هنا بدل البيض. انا شخصيا ما بحبش البيض مع السمك خالص، ولا في تتبيله البانيه، ما اعرفش ليه. ممكن حضراتكم بتحبوه، في واحده هنا، في واحده هنا، نشيل ده كده من هنا. اللهم صل على النبي. وتعالوا مع بعض نشوف الزيت اخباره ايه. لازم الزيت يكون سخن. حاضر يا غالي، شيل دي من هنا خالص، مش عايزها. حلو الكلام. وناخد الخليط بتاعنا ده كده. وايه الصح يا عم الشيف؟ الصح اللي انا بعمله ده غلط. معقول يا شيف مغازم قعدنا من بعد صلاه الجمعه عشان تقول لي انت بتعمله ده غلط؟ مش الفكره هنا، الفكره ده لازم يتعمل ويتحط في الفريزر شويه، تقريبا نص ساعه تبريد 20 تحت الصفر، عشان تاخدي حته كريسب حلوه. بس مع شيف شاطر زي الشيف المغازي، والمغازي جاب الخلاصه، الزيت يكون شديد، معلقه النشا هنا ومعلقه الكريمه اللباني بتلعب دور مهم جدا. ناخد زي ما هو كده اهو اهو، ما يتقلبش زي ما هو، ينزل كده اهو اهو اهو. اللهم صل على النبي اهو اهو. اوعي تشيلي المصفى من مكانها أو القلاية من مكانها، زي ما هي كده سيبها تعيش. سيبها تعيش في قلب زيت شديد، أه أه. واستني شوية ما تنزليش على التانية إلا لما بعد دقيقة كده تقريباً. أه، في جنب كده، أه أه. هي الفن كله في عملية التحمير، يعني لو أنت هتحمري زي كده في الوقت نفسه. إنما عشان تتلاشي الخبرة الطهوية كده وتحمري وأنت مطمئنة، ده حطيه في الفريزر نص ساعة زمن، حمري زي ما أنت عايزة. تاني مخرجنا الجميل اساتذتي يا حبايبي الاعداد، نشوف مقادير سلطه الجرجير بالتونه، ولكن بطريقه مبتكره مع الشيف المغازي. جرجير اخضر من خير ارضنا، طازه مورور. حلو الكلام. هناخد الجرجير ده يا عم الشيف يتغسل وهو سليم، الجرجير تاني يتغسل وهو سليم، وعندنا تونه وعندنا بصل احمر زي الفل، هنطلع بيه عينيه مكانها اه.
واشيل البلانشه دي من هنا مش عايزها بقى باللي عليها ده كده. اللهم صل على النبي. هي ساعة شغل الواحد بيشتغلها من قلبه بحب للسادة المشاهدين، واللي بيحب شغله ربنا ايه بيكرمه. اللهم صل على النبي. النظافة يا عم الشيف أهم حاجة. نروح للزيت، الزيت بيناديني بتناديني تاني ليه؟ صل على الحبيب في قلبها. ما تخافش ما تخافش، خلاص في أمان في أمان، مش هيحصل أي نوع من الإيه؟ الالتصاق. زي الفل. تعالوا نعمل السلطة مع بعض. نوسع نفسنا كده. التونة معايا، التوم معانا، شوية كاري صغيرين معانا، زي الفل يا فندم. حلو قوي. الجرجير طبعا معانا زي الفل، مغسول بالشكل اللطيف ده كده اهو. وتعالوا نعمل الخلطة الحلوة مع بعض كده واحنا واقفين كده. حلو الكلام. ونشيل دي من هنا مش عايزها خالص، واجيب طاسة صغيرة كده. اعمل تركية كده حلوة هتعجب حضراتكم على فكرة. نار 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 نار. شديدة. حلوة قوي. ايه اخبار السمك؟ ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ عندك عود زعتر، عود روزماري، عود نعناع اخضر، فص ليمون، نص برتقانه، سلايز من البرتقال، سلايز من الليمون، انزلي بيه في قلب الزيت يديكي شماخه، يديكي شخصيه، يديكي طعم. جاهز يا عم الشيف؟ جاهز يا عم الشيف. نغرف الطبق ده كده سريعا. اللهم صل على النبي. يستاهل يستاهل، طبق كبير. حلو قوي. انا من الناس اللي بيحبوا الكريسبي كده لطيف وحلو. نقدم معاه مايونيز بقى، توميه. عينيا، ده انا هاخده عند السمك، عند السمك يا غالي اهو حبيب قلبي. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شفت الروزماري لما حمرته؟ الله. ثبت الخلطة، بصوا عليها كده وشوفوها. معانا أساتذة مصورين فرسان التلفزيون المصري والتكنيك العالي، ونخش جوه السمكة بقلب جامد. بس أنا في البداية قلت اللي أنا بعمله ده غلط، بس أنت طبعا مش تعملي زيي. لازم خفة اليد في التحمير والطريقة اللي أنا بحمر بيها دي كده. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ لا لسه، بعد ما تخلص الحلقة يا شفيق. أنت مستعجل ليه يا برنس؟ أنا وأنت هنتغدى منه. ده الكريزم بتاعي. تعالوا مع بعض نعمل الخلطة السحرية لطبق سلطة الجرجير، هنعملها لحضراتكم النهاردة مع بعض واحنا شغالين. عينيا، قد ايه يا غالي؟ انا اديني انا اديني 3 دقايق عشان خاطري، معلش 3 دقايق. خليك معايا النهاردة كريم، بما ان انا مش بشوفك دايما. مطبخنا زي ما حضراتكم شايفين، بساطة سهولة مرونة. عملنا طاجن سمك بالكاري لطيف وجميل، بيتكلم مصري بلغة هندية. معانا كمان الكابوريا وأزأز كابوريا مع النودلز لطيفة وجميلة. معانا سمك كريسبي للأطفال الحلوين اللي هيعترضوا على السمك اللي فيه شوك أو الكابوريا بشكلها، الأطفال بيخافوا منها. معانا كمان طبق سلطة الجرجير لطيف وجميل بالتونة، ولكن بمدرسة المغازي الفولاذي. رؤية فن إبداع بنشوفه يومي الخميس والجمعة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.